السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معايا في يوميات وصفات ماما. النهاردة هوريكم طريقتي في تحضير التوم عشان أجهزه يعني للطبخ. التوم متفصص كده، يعني أنا مبدئيا كده ما بخزنش توم في الفريزر، ما بشيلوش في الفريزر. فيعني اللي زي كده ما بتحبش تشيله في الفريزر، بجهزه بطريقة بحيث ان هي توفر عليا برضو وقت ساعة الطبخ، الاقيه جاهز قدامي صحيح او مفروم، اخد منه معلقة مهروسة على طول على الطبخة اللي انا بطبخها. فبحتاج ايه معايا هنا؟ دي كمية من التوم، 4 او 5 راس توم متفصصين، وهحتاج زيت نباتي، وهحتاج الملح معايا، وفي كبة صغيرة عندي. بعمل ايه؟ بحط كده كمية مثلا من التوم، كمية من التوم كده على قد مثلا شوية يملوا برطمان كده، وبطحنه كويس، وبعبيه في برطمان، وبحتفظ بيه في التلاجة عادي من غير فريزر ولا اي حاجة، وليكن الكمية دي كده كفاية. واخد معاها ملح، الملح هنا بيسهل لي عملية طحن التوم كويس في الكبة الصغيرة دي، وبعدين بيبقى برضو مادة حافظة. معلقتين كده مثلا، شوية كمان هرسه كويس بقى وارولكم. وكده هرست التوم بالطريقة دي كده معايا في الكبة الصغيرة لغاية ما يوصل للدرجة دي كده من النعومة، وبعبيه بقى في برطمان يكون نجيف مغسول عندي ومتجفف كويس ونجيف، اعبي بقى في التوم. وكده بعد ما نعمت التوم كويس في الكبة، بعبيه كده في برطمان زجاجي، بغطي بقى سطحه بالزيت النباتي كويس كده، دي برضو مادة حافظة ليه، بتحمي سطحه من انه يكون اي بكتيريا او اي حاجة في التلاجة. وكده بغطي البطرمان بعد ما مليته بالتوم المفروم، وغطيت سطحه بالزيت كده زي ما قلتلكو. والكمية التانية بجيب بطرمان برضو نجيف، والبطرمانين زجاج، مينفعش بلاستيك خالص في التوم وفي الحفظ وفي الحاجات دي، 2 زجاج. اي برطمانات عندك فاضية بتاعت اي حاجة بنغسلها ونجففها كويس. وحطيت هنا التوم المهروس وبقيت الكمية الفصوص كاملة كده، بتريحني في الطبخ. بعوز لأي أكلة يعني توم سليم موجود عندي، أو توم ترنشات، أخد السليم ده المتفصص أقطعه ترنشات للطبخة اللي أنا عايزاها، وطبعا المهروس للطبخة كده. باخد معلقة في أي طبخة بعوز فيها توم مهروس، بيوفر عليا الوقت طبعا والجهد، بدل ما كل ما عاوز أطبخ أجيب التوم وأفصصه وأقطعه في ساعتها، أو أطحنه أو أدقه أو أي حاجة. ده كده جاهز وده كده جاهز، الاتنين بيريحوا جدا في الطبخ. وكل ما يخلصوا أعمل برضو أملى بطرمان مطحون وبطرمان سليم، وبيريحوا قوي في الطبخ. وياريت الطريقة دي تعجبكم وتجربوها وتستفادوا منها إن شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك في القناة عشان نتواصل دايما مع بعض، ويوصلكم مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.